لعبة الكراسي اليوم مع ختام الغراوي. السلام عليكم مشاهدينا ورحمة الله. وفد الإقليم يحط رحاله في بغداد. الدخان الأبيض يقول أن المفاوضات تسير بالاتجاه الصحيح، لكن تفاصيل الصح والخطأ قابلة للتأويل في كل مرة. فما يراه الإقليم لا تراه بغداد، والعكس صحيح. ومن يضمن أن هذه التفاهمات والاتفاقات ستقف على أرض صلبة ويكتب لها النجاح لتتحول إلى واقع بعد جولات ماراثونية طويلة من الاتفاقات الملغاة والمؤجلة والشكوى المريرة من قبل كل من الطرفين؟ هل نحن إذن أمام اتفاق موازنة ينهي الإشكالات مؤقتاً؟ أم تفاهمات دائمة لن تقف عند حدود الاستحقاقات المالية؟ هل سيعيد هذا الاتفاق لمواطني الإقليم شعورهم بأنهم عراقيون وليسوا كردا فقط؟ هذه المحاور ومحاور أخرى مشاهدينا نناقشها بعد فاصل قصير. نرحب بالدكتور خالد شواني وزير شؤون الحكومة الاتحادية في حكومة إقليم كردستان. حياك الله دكتور، أهلا ومرحبا. يا أهلا وسهلا. كل الهلا، حياك دكتور، مساء النور، تفضل. يا أهلا بكم، شرفتنا والحمد لله على السلامة. الله يسلمكم، شكرا. مساكم الله بالخير. شكرا دكتور. وفد الإقليم في بغداد والكل يترقب، هل نحن أمام باب لإنفراج جديدة متوقعة؟ قبل كل شيء، وين وصل موضوع المفاوضات؟ جولتكم وين حطت رحالها؟ بمن التقيتم وبمن ستلتقون أيضا؟ تفضل. شكرا جزيلا. والله الاجتماع هذه الجولة من المفاوضات بدأناها يوم أمس مع اللجنة المالية النيابية بخصوص قانون الموازنة. طبعا مفاوضات هذه المرة تختلف عن المرات السابقة بخصوص قانون الموازنة، لأن هذا القانون ومسودة القانون سبق وأن اتفقنا معها يعني عليها مع الحكومة الاتحادية، خاصة في مفاصلها الرئيسية المتعلقة بالتزامات حكومة إقليم كردستان المالية والنفطية تجاه الحكومة الاتحادية، وكما إن حقوق إقليم كردستان أيضا مثبت في جداول الموازنة ولو هي ليست بالمستوى المطلوب، لكن نحن نأخذ بنظر الاعتبار الوضع الاقتصادي والوضع المالي التي تمر بها الدولة العراقية. بالتالي مع هذا الوضع الاقتصادي نرى بأن الاتفاق المبرم بين الطرفين والمنعكس بشكل واضح في قانون الموازنة ممكن أن يكون الأساس للحل، وممكن أن نتفاهم بشأنها على مجمل الموازنة. دكتور، يوم أمس كان لكم لقاء باللجنة المالية واليوم أيضا سيكون هناك لقاء ثاني، هل ستختصر لقاءاتكم على رؤساء لجان أم راح تلتقون بالحكومة وأيضا رؤساء الكتل، على اعتبار اليوم أغلب الكتل السياسية هي من أبدت اعتراضها على فقرات الموازنة اللي تخص إقليم كردستان؟ بالتأكيد نحن مفاوضاتنا ستكون، أو إذا نقول بشكل أدق حواراتنا ستكون في جانبين، الجانب الفني والجانب السياسي. فيما يخص الجانب السياسي نتحاور مع أخوتنا في اللجنة المالية، هم لديهم استفسارات ولديهم ملاحظات في نفس الوقت. شو ملاحظاتهم دكتور؟ مثلا يوم أمس لما التقينا معهم واجتمعنا معهم كان لديهم جملة من الأسئلة لطالبون بأن نقدم إيضاحات حول مثلا إيرادات المستحصلة من الإقليم، سواء كانت الإيرادات النفطية أو إيرادات الغير النفطية، كذلك حجم نفقات إقليم كردستان بما فيه رواتب الموظفين، موقف حكومة إقليم كردستان. يعني هذه المالية ما مطلعة على هذه التفاصيل دكتور؟ هم بصراحة سيد ختام كان بسبب القطيعة اللي كانت موجودة بين حكومة الاتحادية وحكومة إقليم كردستان، كذلك عدم وجود انسيابية في تبادل المعلومات، يبدو أنه كثير من المعلومات التي نحن نعلمها ونعتقد بأننا قد أوصلناها إلى الحكومة الاتحادية يبدو أنها لا تصل إلى البرلمان بشكل سلس أو وفق لما موجود، لذلك الأمر يتطلب أن نجلس معهم وجها لوجه ونعطيهم هذه المعلومات، وهذا حقهم طبعا. إذن هذه القطيعة هي سبب ما يقال أنه اليوم الإقليم لا يسلم حسابات ختامية، لا نعرف إيراداته، لا نعرف عدد موظفيه وإلى آخره، سبب القطيعة مو شيء آخر؟ أحد الأسباب هي قطيعة، وبالتأكيد أكو أسباب أخرى سياسية، لأن منذ 2014 كان هناك قطع لموازنة إقليم كردستان، بالتالي ولدت هذه القطيعة، ولم يعني كما أنه لم يطالب حكومة إقليم كردستان بتوفير هذه الإيرادات إلى الحكومة الاتحادية وكذلك نفقاتها خاصة فيما يتعلق بنفقات الموظفين، مع الأخذ بنظر الاعتبار
منذ 2017 و18 شكل لجان فنية من قبل الحكومة الاتحادية لتدقيق أسماء الموظفين ودرجاتهم الوظيفية ومرتباتهم وكل الأمور وفي جميع وزارات حكومة أقليم كردستان. كما إن حكومة أقليم كردستان منذ الأزمة المالية في 2014 ذهب باتجاه تسجيل الموظفين في حكومة أقليم كردستان بشكل بايومتري، بحيث كل موظف مسجل في أقليم كردستان لديه بصمة عين وكذلك بصمة الأصابع، ولا يستطيع أن يستلم راتبه بدون هذه النظام. وأي اسم متكرر يعني في تكراره أو أي اسم مجهول وما موجود هذا يشطب من شطبت من جداول الرواتب ومنح الموظفين. كم موظف داخل الأقليم دكتور؟ هناك طبعا هذه معلومة أحب أن أستعرضها هنا. هناك طبعا مفهوم خاطئ بأنه أقليم كردستان لديها 1,200,000 بعض يتصور يعني رقم كبير دكتور. نعم، هناك من يقول بأنه عدد موظفي أقليم كردستان 1,230,000 موظف. طبعا هذا غير دقيق. شلون؟ لأنه هذا بهذا العدد يتعلق بكل من يستلم راتبا أو منحة أو مبلغ مالي من حكومة أقليم كردستان. الموظفين المدنيين والعسكريين لا يتجاوزون 750,000 موظف. أما البقية هم من الرعاية الاجتماعية والمتقاعدين والشهداء والمؤنفلين وذوي الاحتياجات العامة. لذلك هؤلاء يستلمون الرواتب أو المنح المالية أو المبالغ تحت مسمى وظيفي من قبل حكومة أقليم كردستان. لا، هم مو موظفين. مثل ما الموجود هنا مؤسسة الشهداء، مؤسسة السجناء السياسيين، كذلك الرعاية الاجتماعية موجودة. هذا في مجملها تأخذ الأموال من الخزينة العامة للدولة. نحن أيضا كذلك. لذلك أكو فرق يقال إنه النسبة كبيرة. لا، حظنا يوم أمس لما التقينا ببعض الأعضاء من أخوة في اللجنة المالية قالوا بأننا رصدنا تقريبا 10 ملايين إنسان عراقي، مواطن عراقي يستلمون رواتب أو مخصصات مالية من موازنة الدولة في الحكومة الاتحادية. إذا قارنا هذا 1,230,000 الذين يستلمون الرواتب والمنح من أقليم كردستان تكون 10% تقريبا 12% من الوضع العام الوظيفي وكذلك الأموال التي تصرف للمواطنين في أقليم كردستان. لذلك أقليم لم يتجاوز حده، ولو أن الوضع الموجود في بغداد في الحكومة الاتحادية وفي أقليم كردستان غير صحية. أن يكون عندنا مثلا هذا الكم الهائل من الموظفين ومن الرواتب، نحتاج إلى خطوات إصلاحية. ما تحدثت به دكتور، ليش دائما يتهم الإقليم بأنه إلى حصة الأسد دائما في الموازنات، ووصفت هذه الموازنة تحديدا بأنها موازنة للأقليم أو فصلت على مقاسات الأقليم؟ لا، هذه الموازنة نعتقدها أو هذا المشروع، لا زال مشروع الموازنة، نعتقد هي مشروع متوازن يرتب التزامات على أقليم كردستان، والتزامات يعني شديدة أيضا. نعم. وحدية في نفس الوقت، كما إنها تمنح حقوق واستحقاقات مالية لأقليم كردستان. مثلا هذا المشروع يرتب التزام على حكومة أقليم كردستان بتسليم 250,000 برميل نفط يوميا لتسويقها عبر سومو. أما المتبقي ما يتبقى من يعني راح تسوق عبر سومو. عبر سومو طبعا. زين. والمتبقي من هذه التي ينتجها الأقليم، مثلا هناك سمعنا يقولون بأنه هناك من يدعي بأنه أقليم يصدر 600,000 برميل، هناك من يقول لا 500، هناك من يقول لا 480. نحن قلنا ناس تقول مليون، الناس يقولون مليون. نحن آخر إحصائيات شهر 12 لما عقدنا اجتماعات بخصوص قانون القرض مع الأخوة في سومو وبحضور سيد رئيس الوزراء ووزير النفط ووزير المالية، هم قالوا بأن أقليم كردستان يصدر 430,000 برميل يوميا. هذا بالطرق الشرعية، البعض يقول هناك تصدير بطرق غير شرعية فلذلك يصل إلى مليون. يعني إذا كان الكلام عن طرق غير شرعية فليقدموا يعني ما لديهم من أدلة. أما الاتهامات فنحن لا نولي كثيرا الاهتمام الاتهامات الموجودة. أيضا هناك اتهامات بأنه نفط في بصرة مسرب ويهرب، وكذلك في المناطق الأخرى والمنافذ الحدودية في جنوب ووسط العراق ماكو سيطرة للحكومة الاتحادية عليها، هم أيضا يتهموننا بذلك. كم ينتج الأقليم هسه مو يصدر؟ آخر شيء اليوم وفق الإحصائيات اللي موجودة 405 معدل، طبعا نحن نتكلم عن معدل 450,000 برميل يوميا، 430 يكون للتصدير و25,000 برميل يكون للاستهلاك المحلي. طيب شنو
النقاط الخلافية الأخرى اللي أثارتها اللجنة المالية دكتور، غير الشفافية اللي كانت تتحدث بها أنه الإقليم ما يتحدث بأمور واضحة أو هناك ربما أرقام متناقضة أو متضاربة؟ المشكلة الأخرى مثلا هم يدعون يقولون بأن إقليم كردستان مدين لبغداد بمبلغ 128 مليار دولار، لأنهم يعني هم أجروا حسابات وتدقيقات من جانب واحد دون أن يأخذوا معلومات من حكومة أقليم كردستان. نحن أيضا في أقليم كردستان لدينا جداولنا، نقول بأن حكومة الاتحادية يعني في ذمتها لصالح أقليم كردستان مبلغ كبير منذ 2014 إلى 2000 أو إلى 2000 نهاية 2018 لم يستلم أقليم دينارا واحدا من موازنة المخصصات يعني الحكومة الاتحادية. يعني أنا هذا 128 قلت أيضا هم يقولون، يعني ليس هناك دليل على ذلك. نحن أيضا نقول لا مانع يعني هذه الادعاءات، ونحن أيضا نقول بأن أنتم تقع على عاتقكم مسؤولية، يعني إحنا أيضا عندنا التزام مالي عليكم. لذلك الطريقة الأسلم إذا كنا نتكلم عن وجود دولة يشكل لجنة مشتركة بموجب قانون إدارة المالية الاتحادية رقم 6 لسنة 2019 من ديوان رقابة المالية في الحكومة الاتحادية وديوان رقابة المالية في حكومة أقليم كردستان، يدققون في هذه المصاريف الأقليم واستحقاقات الأقليم الذي كان من المفترض أن يوفى به من قبل حكومة أقليم كردستان من قبل الحكومة الاتحادية، كذلك الإيرادات أقليم كردستان في هذه السنوات من بيع النفط وإيرادات غير نفطية. لنأتي ونقارن بين الأرقام ويمكن أن نقوم أن يكون هناك تسوية. فإذا كنا إحنا مطلوبين، حكومة أقليم كردستان مطلوبة، فنحن مستعدين أن ننفذ ما يمليه علينا القانون بهذا الصدد. أما إذا كان حكومة الاتحادية مطلوبة للأقليم، هم أيضا يجب أن يلتزموا بما يفرضه القانون. هذا جيد، ليش ما نلجأ لهذه الطريقة دكتور؟ هذه المشكلة. ليش ما عندنا أرقام دقيقة؟ أنت تقول يتحدثون أو أرقام مقاربة، بالتأكيد لا، نحن لدينا أرقام. نعم. لدينا أرقامنا منذ 2014 إلى 2000 نهاية 2018 حصة الأقليم في الموازنات موجودة، وكذلك إيرادات المستحصلة في الأقليم موجودة، ونفقاتنا أيضا موجودة الذي نحن صرفناه. يعني نحن نتكلم عن 2014 و2015 كان أكو أكثر من مليونين لا نازح في أقليم كردستان، وحكومة الاتحادية لم تصرف عليهم شيئا. كذلك قضايا الرواتب الموظفين الذي دفعت في أقليم كردستان، مع أنه حكومة الاتحادية قطعت الموازنة عن أقليم كردستان ولم ترسل دينارا إلى الأقليم. لذلك هذه الأمور لابد في رؤيتنا نخرجه من سياقها السياسي كي لا يكون ورقة للتداول السياسي وللكسب الانتخابي. نعطيه بيد مؤسسات الدولة الرصينة مثل ديوان رقابة المالية. هو نتحدث عن تفصيلة كسب انتخابي، هذه الموازنة انتخابية البعض يستغلها مناطقيا، شلون البعض يستغلها انتخابيا هذه الموازنة؟ يعني المشكلة اليوم نحن لما نجتمع مع أخوتنا في البرلمان أو الحكومة الاتحادية يقولون بأن سبب الأزمة، سبب الوضع اللي موجود الأزمة الاقتصادية التي يمر بها العراق أو عدم وجود خدمات وخروج تظاهرات في بغداد هي سببها حصد أقليم كردستان. قلنا كل ما يرسل إلى أقليم كردستان أرسلت إلى أقليم كردستان في السنة الماضية شهريا كانت 300 مليار دينار. زين هل هذا المبلغ يكفي لتغطية كل العجز الموجود في العراق وراح تنهي الأزمة الاقتصادية في العراق؟ زين من 2014 إلى 2018 لم يرسل موازنة إلى أقليم كردستان. زين لماذا لم يستخدم هذه الأموال لشعب العراق ولتقديم خدمات لهم وهم يستحقون هذه يعني الخدمات؟ يعني اليوم الأقليم صار شماعة للكتل السياسية وإخفاقهم في محافظات الوسط والجنوب دكتور. يعني أكو ثنائية، كل ما تذكر الوسط والجنوب فيما يخص الموازنات نقول تظلم هذه المحافظات، محافظات الوسط والجنوب على حساب أقليم كردستان. يعني أعتقد هذه مغالطة ومحاولة الهروب من الواقع. يعني هذه المبالغ التي وصلت إلى أقليم كردستان خاصة من 2014، قبل 2014 ما كان عندنا مشكلة أزمة اقتصادية، وكان هناك موازنة انفجارية أيضا في بغداد، وكان من الممكن استغلال هذه الأموال لتقديم خدمات للمواطنين والذي هو حقهم. بعد 2014 لم نلاحظ أي تغيير مع قطع موازنة أقليم كردستان.
كما أنه هناك تضخيم لحجم المبالغ التي ترسل إلى أقليم كردستان. أولا لم تصل 17% إلى أقليم كردستان خلال المدة الماضية، وصلت 12%، الآن بعد 2014 17 أيضا صار 12%، وما يوصل إلى أقليم كردستان بحدود 5 إلى 6 إلى 7%. لماذا؟ لأن القانون الموازنة لما تقرها حصد أقليم كردستان لا يحدد في من مجمل إيرادات العراق أو من مجمل نفقات العراق، يحدد من حجم الإنفاق الفعلي في العراق. مثلا إذا كان 2019 موازنة العراق 100 مليار دولار، لكن الإنفاق الفعلي للعراق كان 60 مليار دولار، نسبة 12% من هذا 60 مليار دولار يصل إلى أقليم كردستان وليس من 100 مليار دولار. لذلك الفرق واضح، لكن لربما نحن أيضا مقصرين بأنه لا نأتي ونبين هذه الحقائق للشارع العراقي كي يكونوا على بينة، وإلا هذه الأرقام موجودة في الحسابات الختامية في ديوان رقابة المالية، ومن هذا المنطلق نحن نقول لا مانع لدينا لتأتي لجان مشتركة من قبل الطرفين وتدقق في الحسابات، ولنرى إذا كان وأقولها الآن إذا كان أقليم كردستان مترتبة في ذمتها أموال فنحن مستعدين للتعامل وتنفيذها، تعامل معها وتنفيذها. أما إذا كان حكومة الاتحادية أيضا مقصرة تجاهنا أيضا، هو لابد هي أيضا أن تتحمل مسؤولياتها. طيب بالمقابل إحنا إذا ما أجينا للمحافظات الجنوبية، إذا خلينا 3 محافظات خلينا نقول على سبيل المثال ما توصل لل 12% أو 13% من موازنة الإقليم، البعض يقول هذه مو عدالة بالتوزيع. يعني 12% من الموازنة تأتي إلى أقليم كردستان صح؟ بزيح. اللي هي نسبة أقليم كردستان وفق إحصائيات وزارة التخطيط. نعم. أما 87 أو 88% الأخرى تذهب إلى المناطق الأخرى في الحكومة الاتحادية. لذلك هذه المشكلة ما تتحملها أو هذه المسؤولية ما تتحملها حكومة أقليم كردستان. حكومة الاتحادية يجب أن توزع هذه الأموال المتبقية أيضا بشكل عادل على المحافظات الأخرى. مثلا بصرة تصدر أكثر من 2 مليون برميل نفط، لماذا لا يكون لها حصة على الأقل عادلة من إيراداتها من منافذها الحدودية؟ كذلك المحافظات الجنوبية التي تنتج أو حتى لم تنتج. لذلك أحد أهم مشاكل الموجودة في قانون الموازنة والتي يؤثر بشكل كبير على استحقاق المحافظات وعلى قوت الشعب العراقي تتعلق بالنفقات السيادية. اليوم أكثر من 30% من موازنة العراق هي من نفقات سيادية. شوفي ست ختام وللسادة المشاهدين، في أول موازنة للعراق وضعت في 2005 كان مفردات النفقات السيادية 6 مفردات. زين. مجلس النواب، رئاسة مجلس النواب ومجلس النواب، رئاسة الجمهورية، رئاسة الوزراء، مفوضية الانتخابات ووزارة الدفاع والخارجية، فقط 6. لكن الآن صفحتين في قانون الموازنة هي مفردات نفقات السيادية، صفحتين كاملة. رقم هذه الأموال كلها تذهب من حق المواطن البصري والميساني والرمادي والسليمانية وتذهب باتجاه النفقات العامة التي تصرف على مؤسسات هي غير مؤسسات سيادية في العراق. هي ليست مؤسسات، المؤسسات السيادية بموجب النظام الاتحادي هي الدفاع، الخارجية، الرئاسات الثلاث، إضافة إلى القروض التي اقترضتها العراق التي تكون واجبة الدفع من خلال جدولة هذه القروض تدفع إلى الدول التي اقترضت منها أو منظمات الدولية المالية التي تم الاقتراض منها. لذلك لماذا إقحام كل هذه النفقات السيادية على حساب المواطنين العراقيين؟ لذلك نعم، مواطن من الوسط ومن الجنوب والمناطق الأخرى لها الحق أن تطالب من الحكومة وكذلك من البرلمان العراقي أن تقول أطالب بحقي وبأن يصرف هذا 88% علي بشكل عادل. طيب دكتور، يعني هذه تفاصيل مهمة لازم نوقف عندها، البرلمان وين من هذه النقاط؟ لا سيما أقليم كردستان داخل البرلمان العراقي ليش ما يكون له صوت مثلا بالاعتراض بالتوضيح؟ يعني هذه التفاصيل ربما ما يعرف الشارع أو المناطق الجنوبية تحديدا، لعله يضع اللوم كله على حصة أقليم كردستان. والله لذلك ست ختام نحن لاحظنا خلال هذه الكابينة الجديدة نحن حضورنا في بغداد قليل أو بالأحرى غائبين عن بغداد. زين. لذلك قررنا أن يكون ثقلنا الكبير في بغداد. وتلاحظين أنه ماكو شهر إذا إحنا ما نجي لبغداد ونبقى أسبوع في بغداد ونبين هذه الحقائق للكتل السياسية، لرؤساء الكتل، لوسائل الإعلام، للمثقفين، للنخبة، حتى يكونون على اطلاع على الوضع. والأقليم ليس يعني هذا
يعني العامل الخطر على الاقتصاد العراقي. وصحيح أكو تقصير من الجانبين، لكن هذه الأمور بحاجة في مجمل الوضع الاقتصادي العراقي بحاجة إلى الحل بضمنها أقليم كردستان. طيب. لربما غيابنا أيضا وكذلك الصوت الأشخاص الذي يستخدمون هذه الورقة للكسب السياسي عالية طبعا. عالية، لا سيما هم يتكلمون عن قوة الشعب، يتكلمون عن أمور عاطفية، إثارة الشارع، وهذا سهل للسياسي ممكن أن يحرك هذا الأمر. بالمقابل لم يكن لدينا توضيحات بما يكفي لغرض إعطاء تطمينات وتوضيحات. طيب هذه أجهة دكتور، هذه أجهة واضحة، شيعة سنة على اعتبار إحنا بدنا نتحدث شيعة سنة أكراد، هذه الخارطة السياسية. والله هم يعني حتى أكون منصف أغلبية أعضاء البرلمان يتعاملون بمسؤولية كبيرة تجاه هذا الوضع، لكن بالتأكيد أنت تعرفين نحن نقترب من موسم الانتخابات، فدائما أكو مجموعة من النواب يحركون هذا الملف ويحركون هذه الملفات، لكن بالنتيجة نحن قرارنا السياسي نريد أن نتفق مع حكومة الاتحادية، ونعتقد الحل في بغداد ليس في مكان آخر، ليس في عاصمة دولة أخرى، الحل في بغداد، عمقنا الاستراتيجي بغداد، ونريد يعني أن نتفق معهم بأي ثمن. أنا إذا عندك وقت ممكن أن يعني أعطي مثالا على حقيقة عن الوضع اللي مرينا به في قانون تغطية العجز المالي. لما شرع قانون العجز المالي كان لدينا تحفظ على آلية تمريرها، لأن المكون الكردي بكامله لم يكون في القاعة لكن مرر، وصار شيء من التشنجات في التصريحات. نحن درسنا الموضوع في حكومة أقليم كردستان، قلنا بأننا قرارنا السياسي أن نتفق مع بغداد وعمق الاستراتيجي في بغداد، لذلك لنذهب إلى بغداد. هم شرعوا قانون اتحادي، نحن لابد أن نحترم إرادة نواب العراق، النواب العراقيين في مجلس النواب العراقي، ونلتزم بالقانون الذي هم شرعوا. زين. أتينا إلى بغداد، عقدنا سلسلة من الاجتماعات وبقينا ما يقارب 20 يوما في بغداد. قلنا ما هي، خلينا نأتي إلى مادة 7 على ما أعتقد كان مادة رقم 7، ما هي الالتزامات المترتبة على عاتق أقليم كردستان وفق ما أنتم شرعتموه في القانون؟ قالوا تسليم إيرادات النفط، أقيام النفط وفقا لما محدد في القانون ووفقا لما يقرره سومو. ثانيا الإيرادات الغير النفطية، قلنا هذه إيرادات الغير النفطية، حكومة الاتحادية سمعة لوزير المالية هو حدد، قال وفق بيانات الموجودة لدينا شهريا حكومة أقليم كردستان لديها تقريبا 130 مليون دولار، هي هكذا. هذه أثارت مشكلة موضوعة الإيرادات غير النفطية. هذا 130 مليون دولار لابد أن يكون مدقق من قبل ديوان الرقابة المالية في الأقليم، أرسلناها بكتاب رسمي وسلم إلى معالي وزير المالية وإلى سيد رئيس الوزراء. أما الإيرادات النفطية أيضا السوم قالوا بأنكم تصدرون 430 ألف برميل يوميا، وكذلك أقيامها هلقد وتكلفتها هلقد، فأعطينا الإيرادات الغير النفطية أيضا بكتاب رسمي إلى الأخوة في الحكومة الاتحادية. قلنا الآن نحن هذا التزاماتنا المرتبة على عاتقنا وإحنا جايين نقدمها، ما هي حقوقنا في هذه القانون؟ بصراحة قالوا لنا بأن حقوقكم إذا ما أعطيناها لكم لن يكون مقبولا من قبل البرلمان الاتحادي. لماذا؟ لأنه قالوا صحيح هذا قانون، لكن هناك ضغوطات سياسية على الحكومة، إذا نفذت القانون فسوف تواجه مشاكل سياسية داخل البرلمان. لذلك نعم، لذلك يوم أمس كنا نناقش مع الأخوة زملائي، طبعا هم زملائي، أنا لما كنت عضو برلمان وأتشرف لما كنت عضو برلمان لمدة في مجلس النواب العراقي، ناقشنا معا، قالوا نحن نلتزم بتسليم 250 ألف برميل يوميا، قالوا أنتم سنوات كثيرة قلتم نلتزم ولم تلتزموا، ما هي الضمانة لكي تلتزموا؟ هذه مشكلة. قلت هذه المرة أيضا بعد تجربة قانون العجز المالي، قانون الاقتراض، أيضا نحن نقول أنتم أيضا ما هي الضمانة لكي تلتزموا؟ لأن في قانون الضمانات إذن دكتور، شنو الضمانات؟ خلي الطرفين يفهم بوعودهم. لأن بقانون العجز إحنا التزمنا هم ما التزموا، الحكومة لم تلتزم، لذلك أكو أزمة ثقة فيما بيناتنا. هذا الأمر يحتاج إلى إعادة الثقة. إعادة الثقة ممكن أن تخلق من جديد من خلال التزامنا بهذه القوانين. من بدأ بصنع هذه الأزمة دكتور؟ يعني دائما يتهم الإقليم ما يفي بتعهداته، إيرادات النفطية، عدم الشفافية بموضوعة الأرقام، الإيرادات غير النفطية، موضوعة المعابر أيضا هناك إشكالات كثيرة عليها. من بدأ بخلق هذه الأزمة؟
حكومة الاتحادية أم الإقليم؟ شوفي ست ختام، أنا خلي أنطيج بعض المعلومات عن الاتفاق الذي عقد بيناتنا في 15/8/2020 بين حكومة الاتحادية وحكومة إقليم كردستان. كان هناك جملة من الالتزامات مترتبة على عاتق حكومة إقليم كردستان، ونحن قلنا مستعدين لتنفيذها. أولا فيما يتعلق بالمعابر، قلنا إدارة المعابر بموجب الدستور مادة 114 هي صلاحيات مشتركة. لا مانع لدى الأقليم من تشكيل فريق فني من الموظفين في الحكومة الاتحادية وحكومة إقليم كردستان فيما يتعلق بإدارة العملية إدارة المنافذ. هنا تقصد المعابر الرسمية أم غير الرسمية؟ هي المعابر الرسمية المعترف بها، أما المعابر إذا أكو معابر أخرى فلا بد أن تتخذ إجراءات قانونية لكي تكون رسمية. ويعني إحنا إذا اتفقنا على المعابر الرسمية من السهولة بمكان إيجاد آليات للتفاهم على المعابر الأخرى. طيب. كما إننا اتفقنا على تشكيل لجنة مشتركة من قبل الطرفين لتدقيق إيرادات حكومة إقليم كردستان وكذلك نفقاتها. كما اتفقنا على أن يكون هناك ربط إلكتروني لمعابر ومنافذ حكومة إقليم كردستان مع جميع منافذ في حكومة الاتحادية. اتفقنا على تسوية الديون الموجودة أو المترتبة بذمتنا أو بذمة حكومة الاتحادية من خلال لجنة مشتركة. اتفقنا على حتى في مجال الطاقة ومجال النفط ومجال الكهرباء، لأنه إقليم كردستان يمتلك غاز. وين راحت هذه الاتفاقيات؟ هذه الاتفاقيات يعني الآن لما نحن نعلن عنها مضى عليها وقت وانتهت بصدور قانون العجز المالي، قانون تغطية العجز المالي، وطالبنا كم مرة من الحكومة الاتحادية ومن الأطراف في البرلمان تعالوا لننفذ هذه الاتفاقية لكي تكون بادرة حسن النية والخطوة الأولى لإعادة الثقة فيما بيناتنا. مع الأسف لم ينفذ هذه الاتفاقيات بسبب صدور قانون العجز المالي. في قانون العجز المالي ردنا أن لا يكون هناك شرخ كبير وأن يصير رأب للتصدع الموجود فيما بيناتنا، فأتينا مرة أخرى إلى بغداد لكي نتفق على هذا القانون. وأنا يعني أنا أقول الآن واليوم الساعة 8 لدينا اجتماع مع اللجنة المالية، هذه الإيرادات التي تتكلمين عنه ويتكلم عنه سادة النواب ستكون أمامهم بشكل رسمي، الإيرادات النفطية وإيرادات غير نفطية، كذلك الأمور الأخرى المتعلقة بآلية تسوية هذه الأمور. يعني من كلامك أنه دائما ملخص الكلام ما الحكومة الاتحادية هي من تبدأ بالتنصل أولا. لا ملخص الكلام، ملخص الكلام، كل ما يمكن أن نتفق عليها ومسموح به دستوريا نحن متفتحين لغرض الاتفاق عليها والتفاهم بشأنها. أما طبعا أكو تفاهم كبير بين الحكومتين، لأن بدليل أن الموازنة المشروع المرسل الآن إلى البرلمان هي حصيلة اتفاق وتفاهم بين الحكومتين، لأن الحكومتين تعرفان في أمور الفنية المتعلقة بالموازنة والأمور الحسابية. الموضوع في كثير من الأحيان المطالبات تحصل في البرلمان، لكن لذلك نحن في المرات السابقة لم نكن نأتي إلى البرلمان. المفاوضات كان يديرها إخواننا وأخواتنا من النواب الكرد مع الكتل الأمر الأخرى. بيد من دكتور؟ اليوم أكو جهة أنا أروح أتفاوض وياها وخلص أسد هذه الخلافات المستمرة، أسد باب الخلافات وأبدأ صفحة جديدة؟ أكو صفحة واحدة لو إحنا اليوم جهات متعددة؟ لا، هو أكو حكومة إقليم كردستان، حكومة شرعية ممثلة فيها الأحزاب الرئيسية، حزب اتحاد الوطن في بغداد الكردستاني. في طبعا قانون الموازنة إحنا كل مرات كنا نتهم وكلامهم صحيح أيضا بأنه أنتم بعيدين في كردستان الآن ما موجودين يعني في بغداد أثناء المفاوضات على قانون الموازنة، فلا بد أن تكونوا في بغداد حتى تكونون عن قرب تتفاوضون وتتحاورون مع إخوانكم. لهذا هذه المرة تختلف عن المرات السابقة، نحن الآن وفد مخول من حكومة إقليم كردستان برئاسة نائب رئيس الحكومة، نجتمع مع الأخوة، نشوف ملاحظاتهم، استفساراتهم شنو، نكون قريبين من عندهم بغية وصول إلى هذا التفاهم وخلق هذا الثقة اللي صلاحياتكم التفاوضية إيش قد؟ صلاحياتنا طبعا صلاحيات مطلقة، لأنه أولا لدينا تفويض من مجلس الوزراء في حكومة إقليم كردستان، ثانيا نحن المعنيين بهذا الملف، هذا الأخوة الموجودين احنا في ضمن الوفد، ثانيا أنت تعرفين يعني هذا القرار مو قرار شخصي من هذا الشخص أو من ذاك الشخص،
الأشخاص. أي مقترح يقدم لنا بشكل رسمي ندرسه، وبعدها ما يصدر من هذا الوفد بالتشاور طبعا مع أخواننا في الكتل الكردستانية ستكون هذا الموقف الرسمي لحكومة الإقليم الكردستانية. لكم زيارة لبعض رؤساء الكتل السياسية؟ بالتأكيد، هذه الاجتماعات الفنية التي نعقدها مع أخوة في اللجنة المالية سنحاول أن نلتقي بالسادة النواب من الكتل النيابية والرؤساء الكتل النيابية، كما إننا في نيتنا أن نلتقي بسادة رؤساء الكتل وزعماء الكتل والأحزاب السياسية كي نشرح لهم رؤيتنا ومدى جديتنا في تطبيق والالتزام بما موجود في مشروع قانون الموازنة. طيب دكتور، ذكرت موضوع أنه اليوم حتى خلافاتنا الفنية أو المواضيع المختلفة عليها أو الغير واضحة للحكومة الاتحادية جاي تقدم من قبل إقليم كردستان بوثائق وأوراق وأرقام أيضا مسندة بأرقام. طيب إذا خلافاتنا ما كانت فنية، خلافاتنا سياسية؟ بعضها فنية لكن أغلبها سياسية. أغلبها السياسية تتعلق بالفهم المختلف للدستور، بوجود أجندات سياسية، بعدم وجود تواصل بيننا وبين الحكومة الاتحادية، بالتعامل الغير المتوازن اللي موجود، العقلية اللي موجودة في بغداد. لا زال البعض يقولون بأن لابد أن يكون هناك إرادة وإدارة مركزية من البغداد على أقليم كردستان في الوقت الذي الدستور أقر النظام الفيدرالي في العراق. بعضها أيضا فنية تتعلق بعدم تبادل المعلومات، بعدم وجود نحن ليس لدينا معلومات كافية عن الوضع في حكومة الاتحادية، لذلك هناك شكوك كيف نتعامل، هل إن حكومة الاتحادية ستلتزم أو هم أيضا لديهم هذه الشكوك، هل إن حكومة إقليم كردستان تلتزم. الأمور جميعها بحاجة إلى صفحة جديدة نبدأ بناء على ثقة متبادلة فيما بيناتنا. وإذا هذه المرة يقولون وإذا اتفقنا معكم ولم تلتزموا، يعني هذا لن يكون نهاية الدنيا، لأنهم هم وضعوا نصا في الموازنة إذا لم تلتزم إقليم كردستان يقطع عنه الموازنة. لذلك هذا الخوف مو مبرر. إذا الأقليم ما تلتزم تقطع الموازنة، لذلك الأقليم يلتزم، وإذا لم تلتزم سوف لن تخسر شيئا. فنحن لذلك أملنا كبير، نعتقد الأجواء اللي موجودة في مجلس النواب أيضا هناك تفهم للوضع، وأيضا هذه الاستعداد من حكومة إقليم كردستان يلقى يعني هم يتلقوها بشكل إيجابي، ونأمل خلال الأيام القادمة أن يتم إنجاز مشروع الموازنة وكذلك يقر فيها حقوق وكذلك التزامات. نأمل ذلك. دكتور، نعود لموضوع التضمانات، هل فقط راح تكون إذا ما سددتوا إحنا ما راح نسدد، ما راح توفون إحنا ما راح نفي بالتزاماتنا بالمقابل، وأكو ضمانات أخرى على اعتبار اليوم العراق يمر بأزمة حقيقية؟ أبدا، نحن في أقليم كردستان وفي حكومة أقليم كردستان لا نتمنى أن نصل إلى مرحلة القطيعة، بل نريد أن نستمر مع الحكومة الاتحادية ونتفاهم ونتشارك معا في الأزمة الاقتصادية. إذا تعدد على الخير نكون معا، وإذا كان لا سامح الله أسوأ أيضا نكون معا. لذلك لا نفكر في القطيعة بقدر ما نحن متفائلين بأننا نتفق دائما ما يقال. لذلك لا نأمل أن نذهب والله الأقليم ما تلتزم أو حكومة الاتحادية ما تلتزم. بالتأكيد لازم نصل إلى حل. الحل راح يكون فقط لهذه الموازنة أم هو حل بعيد المدى في هذه المفاوضات تحديدا؟ بصراحة نحن نبحث عن حل جذري بيستند إلى يعني أسس رصينة، بحيث ما تهتز بالخلافات السياسية التي ممكن أن تحصل بين الحكومتين. والحل الأساسي في هذا الأمر تكمن في قضيتين. أولا، لأنه القانون لأن الإيرادات العراقية بنسبة أكثر من 90% تعتمد على النفط، لذلك النفط يكون عامل رئيسي في فك عقدة هذه الإشكاليات اللي موجودة، وهذا يحصل بتشريع قانون النفط والغاز التي تأخر كثيرا منذ 2007 ولحد الآن. إذا ما شرعنا هذا القانون ممكن يكون أساس لمعالجة الإشكالية المتعلقة بالنفط، يعني الإيرادات تنتهي، تبقى قضية النفقات. هذه النفقات أيضا ممكن الاتفاق عليها، وحكومة إقليم كردستان منفتحة لأي تدقيقات وأي نوع من الرقابة تمارسها الأجهزة الرسمية بموجب الدستور والقوانين النافذة لكي تدقق حجم النفقات الموجودة في إقليم كردستان. لذلك الأمور هناك إرادة، لكن مع الأسف هناك مشاكل في التفاصيل. هذه المشاكل الموجودة في التفاصيل لابد أن أيضا نفكك الأزمة بشكل يعني جزئي، جزء طيب. جزء إلى أن نصل إلى نهاية. طيب الأزمة. دائما ما تكون هناك شروط للإقليم، ما هي شروط الإقليم في هذه التفاوضات؟ هل راح تدفع
الحكومة المستحقات التي عليها ما في ذمتها سواء للشركات أو السنين اللي مضت؟ ما عندنا أي شروط على حكومة الاتحادية. الموجود هناك التزامات مترتبة على الأقليم، وأيضا هناك حقوق استحقاقات مالية منصوص عليها في مشروع القانون للموازنة، نحن نطالب بهذه الحقوق. سيد ختام، مثلا كل السنوات منذ 2006 إلى 2019 إلى 2020 إلى نهاية 2020 كان هناك فقرة في قانون الموازنة الراجعي بأنه تسدد رواتب وتجهيز وتسليح قوات البيشمركة ضمن موازنة وزارة الدفاع العراقية. زين. لم يصل دينارا واحدا إلى وزارة الدفاع أو وزارة البيشمركة في حكومة أقليم كردستان. هذا خصص في وهذا الموازنة، وهذا رقميا محسوب علينا، خصص في الموازنة، يخصص سنويا في الموازنة لكنها لا تصل إلى الأقليم. هذا يقول يعني تصرف لا تروح باتجاه لا آخر، لا تبقى ضمن موازنة الحكومة الاتحادية وموازنة وزارة الدفاع ولا تصرف لحكومة أقليم كردستان. زين. وهذه محسوبة من النسبة منذ 2006 ومحسوبة علينا. نعم، لما يأتون للحساب يقولون أقليم كردستان هذا رواتبها بضمنها هذا نفقاتها من ضمنها رواتب قوات البيشمركة، لا تصل شيء إلى الحكومة إلى قوات البيشمركة. ربما يقول البعض لأنه قوات البيشمركة ما تأتمر بأمر القائد العام للقوات المسلحة مثلا، ربما يكون هذا هو قوات البيشمركة. قوات البيشمركة قوات نظامية بموجب الدستور، وقوات البيشمركة كان لها الجهد الأكبر والدور الأكبر في فتح الطريق أمام الجيش العراقي لتحرير موصل وبالتنسيق بين الأقليم وبين الحكومة الاتحادية، وكذلك في محاربة داعش بشكل عام وحماية مناطق كبيرة من العراق. لذلك هذا قضية يأتمر أو لا يأتمر، هذا إذا هذه الأمور نحن عالجنا. إذا أنت ما مستعد تدفع رواتب قوات البيشمركة، هذا شلون يعني ممكن أن تأتي وتفرض عليه بعض الأمور؟ لكن من الناحية الأمنية هناك تنسيق عالي بين الجيش العراقي وبين قوات البيشمركة وبين الأجهزة الأمنية الأخرى. نحن الآن بصدد تشكيل غرفة عمليات مشتركة. ماكو تقاطعات؟ لا، ماكو تقاطعات بين القوات العسكرية والقوات قوات وزارة الدفاع قصدي وقوات البيشمركة. طيب دكتور، أمر آخر يعني واللي أفهم من حديثك أنه أقليم كردستان أو الحكومة في أقليم كردستان ما عندها خلافات مع الحكومات، والدليل أنه حتى في زمن عادل عبد المهدي كانت الأوضاع جيدة في وقت العبادي وهكذا. مشاكلها مع الكتل السياسية أو النواب داخل البرلمان، هل فعلا اليوم الحكومات تجامل الأقليم ويعترض مجلس النواب على هذه المجاملات كما يسمونها؟ شوفي ست ختام، حتى استخدام كلمة المجاملة يعني أنه هذا الجزء من العراق هي جزء غريب عن العراق. يعني الحكومة ليش تجامل؟ لماذا تجامل حكومة أقليم كردستان؟ خلينا يعني نغادر هذه المفاهيم، نقول بأن هناك حكومة اتحادية دستورية أب للجميع، وهناك حكومة أقليم كردستان وحكومة المحافظات. زين. بالتالي يكون المعاملة بهذه الأسلوب. أما أنت تقول والله من هسه من الآن أنت تتهم الحكومة الاتحادية اللي أنت مانح الثقة في البرلمان، وأنت لك الحق في أن تستجوبه وتسائله، وعندما يقدم على خطوات لا تأتي تتخذ الطرق الدستورية مثلا لتعقيب هذا الموضوع، بل تأتي وتتهمه سياسيا، لأن الاتهام السياسي سهل. تتهمه سياسيا يجامل أقليم كردستان، أين المجاملة؟ منذ 2014 إلى 2019 الحكومات قطعت موازنة أقليم كردستان. هل من يجامل طرف آخر يقطع موازنته؟ تعرفين إلى الآن أقليم كردستان مدينة لموظفيها، والله على ما أظن حتى ما أخطأ الرقم، أكثر من يمكن 8 أشهر، إضافة إلى 3 سنوات قطع رواتب الموظفين في أقليم كردستان بنسبة أكثر من 50%، لأن أقليم كردستان ما كان أدها موارد. زين. وأقليم كردستان كان في حرب ضد داعش، وأقليم كردستان احتضنت النازحين ولاجئين من سوريا والمناطق الأخرى بسبب حرب داعش. زين، إذا كان هناك مجاملة من إذا كان هذا مجاملة لعد العقوبة شلون تصير؟ يعني جيد، واحدة من المجاملات أنه ب 2019 أخذ أقليم كردستان مستحقاته لكن هو ما أوفى بالتزامات النفطية. شوفي الأمر الذي يحتاج إلى التوضيح، لربما أنا إذا أتكلم شخصيا سيكون لي رأي آخر شخصي، لكن اللي نتكلم بشكل قانوني والأخوة المشرعين في البرلمان شرعوا القانون. لما شرعوا القانون 2019 قانون الموازنة، هم منحوا خيارين لحكومة أقليم كردستان، قالوا عليها أن تلتزم بتسليم النفط إلى الحكومة الاتحادية، لكن في حالة عدم الاستلام، في حالة عدم الاستلام يقطع الحصة التي يتضرر منها حكومة الاتحادية من حصة الأقليم.
مثلا 250 ألف برميل يوميا كم يساوي بسعر سومو؟ مثلا يساوي يوميا 10 ملايين دولار على سبيل المثال. يستقطع هذا المبلغ، أي إنهم أعطوا خيارين. أنا في وقتها لم أكن وزيرا في هذه الحكومة، لأن نحن في نهاية 2019 أتينا إلى منح الثقة لنا. هذا القانون، المشرعين العراقيين هم أعطوا هذه الخيارين لحكومة أقليم كردستان، إذا تلتزم تستلم هكذا مبلغ، إذا لم تلتزم نستقطع منك مبلغ الضرر الذي أنت تلحقه بموازنة العراق. وتم استقطاع هذا المبلغ الضرر من قبل حكومة سيد عادل عبد المهدي. لذلك هم من شرعوا هذا الأمر. فتلاحظين بعد هذه المدة، بعد هذه الموازنة، الآن يتكلمون لا، لن نرسل مبلغا إلى أقليم كردستان في حال عدم الالتزام. لذلك هذا لربما كان السبب. ولو أنا رأيي الشخصي، دائما ما يكتب في قانون الموازنة عندما يكون في مصلحة الطرفين نذهب باتجاه تنفيذها. طيب، ذكرت قبل قليل موضوعة أنه ربما مكاسب انتخابية تثار مثل هكذا أقاويل أحاديث الجدل حول الموازنة، ونلعب على وتيرة المكوناتية مرة أخرى، مناطق جنوبية، مناطق شمالية وإلى آخره. ما زال البعض يلعب على هذه الوتيرة؟ بالتأكيد موجودة، حتى موجودنا داخل أقليم كردستان أيضا. لأنه أنت تعرفين نحن برامج اسمها لعبة الكراسي، يعني لعبة سياسية مع الأسف. هي سياسة لعبة دكتور؟ طبعا، ومع الأسف في بعض الأحيان اللعبة منظيفة، يستخدم فيها شتى الوسائل للإسقاط مع الأسف. يعني نحن ديمقراطية حديثة وحرية موجودة، لا يمكن أن يستغل بهذه الطريقة. يعني اتهامات كثيرة، والله مرات أسمع بالإعلام يعني اتهامات توجه لنا، أقول إذا هذا الاتهامات صحيحة أنا سأقدم استقالتي وكافي. بعدين مو صحيحة، يعني إذا معلومات صحيحة وأكو قضية واحد يدافع عنه والله نرفع له القبعة. لكن عندما اتهام بدون أن يكون هناك دليل، هذا حتى يخدش بالإحساس الإنسان ويولد ردود أفعال عكسية من داخل مواطني الأقليم. مثلا الآن أكو بعض السياسيين مع الأسف في خطاباتهم يرسلون شعار، يعني يرسلون خطابات إلى أقليم كردستان بحيث المواطن في أقليم كردستان يعتبر هو مو مواطن عراقي. يقول إذا أنا مواطن عراقي لماذا يتم التعامل معي بهذه الطريقة؟ المواطن الكردستاني ما يشعر بعراقيته هو موجود في الأقليم؟ لا، أقول لما يسمع هذه الخطابات والتصريحات المتشددة واللي بها شيء من العنصرية، يؤثر على هوية الوطنية، حتى يؤثر على هوية المكونات الأخرى. يعني المواطن، إحنا نحن نتكلم عن دولة مواطنة، لذلك لابد أن لا يكون العنصرية موجودة بالسياسة؟ موجودة في كل من كل الأطراف. في بعض المرات العنصرية عندما يتطلب اللعب السياسي أن يكون هناك لغة عنصرية وتكون لغة مكوناتية وطائفية، عندما يتطلب الوضع السياسي أن يكون هناك تصريحات طائفية بين العرب والكرد، بين العرب والكرد والطائفية، بين السنة والشيعة. طيب دكتور، هذا يجرنا لموضوع البيوتات الكردية وترتيب أوراقها بهذه الفترة، موضوعة التحالفات سواء الوطنية أو الداخلية بين الحزبين الحاكمين في إقليم كردستان، ما هو شكلها الآن؟ يعني أنت تعرفين النظام الانتخابي نظام صعب ومعقد، وهذا النظام تقريبا ما يشجع التحالفات بقدر ما يشجع تفكيك التحالفات، والشخصيات ممكن أن تلعب دورا بارزا في عملية الصعود في الانتخابات بشكل مستقل. بشكل مستقل، ولو أنا شخصيا أقول بأنه الأحزاب هي من تفوز بالمقاعد في المستقبل في الانتخابات القادمة. لماذا؟ قديمة حديثة، بما أنه أكو أحزاب جديدة دخلت الساحة. أعتقد في أقليم كردستان سيكون الغلبة للأحزاب الموجودة الحاكمة طبعا، لأنه الأحزاب تمتلك الإعلام، تمتلك الكوادر، تمتلك جماهيرها، تمتلك قدراتها الانتخابية. فلذلك من السهولة بمكان جمع أصواتها والتوجه باتجاه الانتخابات. أما شخصيات مستقلة ليس لها هذه القدرة. توجهاتكم الاتحاد الوطني شنو بهذا؟ نحن إذا كان هناك تحالف وطني بعيدا عن الطائفية وتتبنى مواضيع وطنية، ممكن أن يتم هناك يكون هناك تفاهمات على مستوى الوطني وبناء من خلال برنامج وطني ممكن التفاهم بشأنها مع القوى الوطنية العراقية. يعني ممكن أن يكون هناك تحالفات عابرة للمكونات. لابد أن يكون عابرة للمكونات، سواء كانت مكونات عرقية أو مكونات طائفية. مهدت لهذا الأمر في لقاءاتكم مع الكتل السياسية؟ ما أخفيك سر، كان هناك محاولات جادة قبل أن يتم تأجيل موعد الانتخابات، وكان هناك مباحثات بيننا وبين الأحزاب الوطنية الموجودة في ضمن الإطار الجغرافي للحكومة الاتحادية، لكن تأجيل الانتخابات أدى إلى يعني وجود فتور في هذه. لقاءكم مع السيد قاسم الأعرج كان جزء
من هذه المهمة أو التمهيد لتحالفات مقبلة ربما؟ أي اجتماع، أي لقاء؟ اللقاء الأخير قبل شهرين تقريبا. أنا شخصيا أو الأخوة؟ الأخوة في الكرد. أنا حسب معلوماتي كقباد اجتمع مع سيد قاسم الأعرجي، تكلم عن الوضع والعلاقة اللي موجودة بين حكومة الاتحادية وحكومة أقليم كردستان، وطالبنا أن يلعب دورا لأنه لديه تأثير، نحن نعتقد شخصية وطنية ولديه تأثير على القرار السياسي في بغداد. أنا اجتمعت معه والتقيت معه بشكل خاص، أيضا تباحثنا في العلاقات أيضا، وبصراحة تكلمنا عن إيجاد معالجات وطنية لمشكلة مناطق المتنازع عليها من الناحية الأمنية، من الناحية العسكرية، ومن الناحية السياسية والإدارية، بحيث تكون نجد حلول، تكون هذه الحلول تعبر عن رؤية جميع المكونات. طيب الموجودة جيد، بما أنك تحدثت عن موضوع المناطق المتنازع عليها وإحنا في وقت حرج وربما عودة لنشاط إرهابي لداعش في هذه الفترة، كيف راح تحل أزمة المناطق المتنازع عليها؟ أولاً المناطق المتنازع عليها خاصة كركوك مع الأسف الآن ينفذ فيها سياسة تعريب بشكل مخيف من قبل إدارة كركوك. خاصة فيما يتعلق بالاستيلاء على أراضي زراعية تعود ملكيتها للكرد والتركمان في هذه المحافظة. وإدارة كركوك وبالأخص محافظ كركوك وكالة يقدم كل التسهيلات لتنفيذ عملية التعريب في هذه المحافظة. من عرب هذه المهمة؟ هناك من يسانده في بغداد ومن خارج الحدود في حدود العراق. هناك برنامج هو يقدم التسهيلات في سبيل تنفيذ هذا البرنامج، وهذا سيكون له تأثير وتداعيات خطيرة على الوضع الأمني والوضع الاجتماعي والسلم المجتمعي في هذه المناطق. تعرفين هذه المناطق هي الفلاح الكردي أو التركماني، عندما تأتي وتسلب أرضه وتنطيه وتعطيه لشخص آخر هذا الأمر غير مقبول، لا سيما هؤلاء كانوا ضحايا النظام السابق. هو يأتي ويكرر سياسات نظام صدام حسين في تعريب هذه المناطق وتغيير واقع الديموغرافي في كركوك وفي هذه المناطق. فلذلك هذه الأمور تعقد الوضع في هذه المناطق على جميع الأصعدة السياسية، إدارية، وكذلك الأمنية. أما على كيف نجد الحل لمعالجة هذه الإشكالية، الحل تكمن في التفاهم بين الحكومتين، حكومة الاتحادية وحكومة أقليم كردستان، وكذلك التفاهم بين مكونات هذه المحافظة، أن تكون هذه المنطقة للجميع ويشارك الجميع في صنع القرار الإداري والسياسي والأمني في هذه المناطق دون تهميج أو إقصاء أي مكون. تستغل هذه المناطق المتنازع عليها في القضية الانتخابية؟ بالتأكيد بدء بعمليات التعريب وصرف الأموال المخصصة لكركوك لموازنة كركوك في مناطق اللي هي غالبية عربية بشكل حصري، وتهميش المناطق الكردية والتركمانية في كركوك، هذا كلها سببها يراد منها الكسب الانتخابي عندما يدخلون في الانتخابات. هذا غدر وظلم كبير يلحق بأهالي كركوك. لابد للحكومة الاتحادية أن لا تسكت عن هذا الظلم الذي يلحق بمواطنينا في محافظة كركوك، لأن هذا الظلم لا يمكن أن يستمر. شخص واحد يتلاعب بقدرات كركوك، يخلق الفتنة في كركوك، يساند قومية معينة على حساب القوميات الأخرى، يهمش الكرد، يهمش التركمان. مدينة في عهده أصبح قرية كبيرة. هذه الأمور إضافة إلى العداء، يعني نظرة عدائية للكرد ونظرة انتقامية للكرد وكذلك التركمان أيضا في هذه المحافظة. هذه المحافظة لابد أن يكون نموذجا للتعايش السلمي والأخوي. أنتجها السياسيين لهذا عرف مجتمعي صار موضوع العنصرية وإلى آخره. أكو أفضل العلاقات الاجتماعية بين الكرد والعرب والتركمان والمسيحيين في كركوك وفي هذه المناطق. هذه سياسة تنفذ من قبل إدارة كركوك، وهي استمرار لسياسة النظام البعثي في هذه المناطق. طيب سؤال أخير دكتور، مر الوقت سريعا وكان في جعبتنا الكثير من التساؤلات، لكن إن شاء الله في لقاء آخر حتى نسد هذا الملف، ملف المفاوضات، وتكون أكو رسالة اطمئنان من حضرتك إلى أي مدى ستنجح هذه المفاوضات بغلق باب الخلافات مع أقليم كردستان. أنا متفائل بالحوارات التي نجريها مع الكتل السياسية، ونقدر عاليا اهتمام السادة النواب وكذلك الحكومة الاتحادية لمعالجة هذه المشكلة. رسالتنا للشعب العراقي وكذلك للسادة النواب، نحن جديون ونريد أن نتفق، وأتينا للاتفاق، فنطالب أيضا مساعدتهم ومعونتهم لوصول إلى هذا الاتفاق. نأمل ذلك. دكتور خالد الشواني، وزير شؤون الحكومة الاتحادية في حكومة إقليم كردستان، شكرا جزيلا لوجودك اليوم ويانا ولكل ما تفضلت به من معلومات، حياك الله. شكرا جزيلا. الشكر لكم أيضا مشاهدينا على طيب المتابعة، في أمان الله.